أحسن الله إليك يا شيخ. هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحد الصحابة وقال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهل هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في عهده صور مهانة؟ وهل الأفضل مهانة الطمس أم مهانة؟ كيف؟ كان في عهده صور؟ إيه، هل يعني هناك دليل أنه كان في عهده صور مهانة؟ وهل الأفضل طمسها أو يدعها؟ أو إيش؟ أو يدعها الصور المهانة؟ يدعها. أما الذي أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فهو علي بن أبي طالب، أوصاه أن لا يدع صورة إلا طمسها، وفي لفظ تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فالمشروع طمس الصور، ولا سيما الصور التي تعظم كصور الزعماء والعلماء والأمراء وما أشبه ذلك. ولهذا قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن القبر المشرف قد يكون معظما تعظيما يؤدي إلى الشرك، وكذلك هذه الصور. وأما الصور المهانة فإن جمهور العلماء أجازوها، واستدلوا بحديث المخدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها قرام سدرت به بيتها أنكر ذلك، فشقته وجعلته وسدتين يرتفق بهما. قال العلماء: فهذا دليل على أنها إذا كانت مهانة فإنه لا بأس بها، لأن الذي يحذر من الصور إنما هو التعظيم، فإذا أهينت زال المحذور، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز إقرار الصورة ولو كانت مهانة، وأنه لا يجوز أن يترشى الإنسان ما فيه الصورة ولا أن يتكئ على ما فيه الصورة، وهذا بلا شك أحوط وأسلم. نعم. المجلات ما نوعها، مجلة تصوير هذه لا تجوز، ومجلة علم لكن فيها صورة مثلا أحيانا هذه ما تضر إن شاء الله. ملابس الأطفال المصورة لا يجوز لولي الطفل أن يلبسه إياها.